وبركاته، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب. وبعضهم يعبر عنه بالوجوب، وبعضهم يقول إن هذا أثر لهذا، وتكلمنا عن الفرق بين المصدر واسم المصدر. فالمصدر يدل على الحدث، واسم المصدر على أثر الحدث. وضربنا لذلك أمثلة، منها جرح، قطع، جرح. إيه اللي حصل في إيدي؟ جرح، يبقى ده اسم مصدر. الأثر. إعطاء، مصدر. عطية، اسم مصدر. يبقى عطاء مصدر وعطية اسم مصدر. طب الإيجاب والوجوب فين المصدر وفين اسم المصدر؟ الإيجاب مصدر، فنتج عنه ثمرته الوجوب، يبقى الوجوب ايه؟ اسم مصدر. التفريق بين المصدر واسم المصدر أمر دقيق، فإن العرب أيضا تستعمل كل منهما في الآخر، ولذلك لم يروا بأسا أن يطلقوا على هذا المعنى إيجاب ووجوب أيضا، ولم يفرقوا بينهما. لكن افرض تريد أن تفرق بينهما، يبقى تجعل الإيجاب هو المصدر والوجوب آثر الإيجاب، فيبقى اسم مصدر. أو غير جازم فندب، حكم قديم قائم بذاته تعالى، لأنه خطاب الله، فلذلك فهو قديم. الذي نصف به الفعل متعلق الحكم. ندب يبقى مندوب، إيجاب يبقى واجب. يبقى إيه الفرق بين الحكم وبين متعلق الحكم؟ أن الحكم قديم، وأن متعلق الحكم حادث. أن الحكم قائم بذاته سبحانه من كلامه، وكلامه قديم، لكن متعلق الحكم صفة الفعل. وفعلك مخلوق ولا لا؟ مخلوق. إذن فصفة الفعل مخلوق أيضا حادث. الصلاة واجبة، السرقة حرام، السنة أو صلاة السنة مندوب إليها، وهكذا. فندب. أو كفا غير جازم، أو كفا جازما فتحريم. تحريم مصدر. حرمة اسم مصدر، لأنها تنتج عن التحريم، فتحريم. وصفة الفعل حرام، يبقى في فرق بين تحريم وحرمة. فرق اعتباري كده، لأن ده مصدر وده اسم مصدر، لكن كلاهما يدل على القديم. والمتعلق حرام، ده صفة الفعل. يعني هي جت من حرف. أيوة جت من حرف. إحنا شغالين كده، عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم خلاص اقعد هلفط وقول وافسد العلم وافسد الدين علشان حرف. يعني ادي اللي احنا فيه، كل من فهم العلم بالقطارة، حرف حرف. ايه الفرق بين الحرمة والحرام؟ لكن واحد يقول لي ده انا قريت في اصول الفقه
على الشيخ نجيب المطيعي، قريت الأشباه والنظائر للسيوطي. طب وده بني آدم؟ هو الأشباه والنظائر في الأصول؟ يعني لا عارف الكتاب ولا عارف المادة ولا الله، هو في ايه؟ في جهل. اوعى تتكبر لكن اعتز بعلمك، اوعى تتكبر، لان الجنة ما يدخلهاش من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من كبر. بس اعتز بعلمك، اوعى تخلي هؤلاء الناس يشوشوا عليك دينك. ده غلط، الكبر غلط، وده غلط ان انت تسلم نفسك لناس متكبرة مش عارف يا عيني الكتاب بتاع الأشباه والنظائر بيتكلم في ايه اصلا. لانه لما حضر عند الشيخ هو ما فهمش حاجة، هو زي ما قعد زي ما قام، بس هو حضر كده وخلاص. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته على طول مع المحبرة إلى المقبرة. يموت المعلم وهو بيتعلم. الإمام ابن مالك وهو بيموت بيقول لابنه حفظني البيتين دول، لان البيتين دول مش حافظهم، شاهدين في النحو، علشان يلقى ربه وهو حافظ الايه الشواهد كلها. ابن مالك، ايوه ابن مالك، وتلاقيهم يعني شاهدين اي كلام، بس بيعبد الله بالعلم لغايه اخر لحظه في حياته. انما الهنطره اللي احنا فيها دي حاجة وصل السيل الزبا، يعني خنقونا يا شيخ أحمد. والله. طيب، أو غير جازم بنهي مقصود، بنهي مقصود، فكراهة، والمتعلق بتاعه اسمه ايه؟ مكروه. يبقى في فرق بين الكراهة والمكروه. بنهي مقصود، يعني ورد النهي خاصة عن هذا الفعل، مش عامة، لا خاصة عن هذا الفعل. خد مثال، عندما يأتي يقول لك خذ بيمينك وأعطي بيمينك، أخرجه ابن ماجه. خذ بيمينك، ده في الأخذ والعطاء، يبقى هنا إيه؟ مخالفة ذلك مكروه، لأنه نص على الأخذ. لكن عندما يأتي الحديث ده لم يصل إليك بعد، إنما اللي وصل إليك كان يحب التيامن في كل شيء. شوف واسع ازاي، كان يحب التيامن في كل شيء. فكان يحب يلبس نعله اليمين الاول، يدخل ايده في القباء ولا في الثوب اليمين الاول، والاخذ والعطاء اليمين الاول، الاكل والشرب اليمين الاول، قال وهكذا. ها، يبقى ده حاجه عامه. طيب انا عايز افتح الباب، افتحه بيميني ولا بيساري؟ ما وردتش. ها كده ما وردتش بخصوصها، بخصوصها ما وردتش. ولذلك ما دام ما وردتش يبقى ده خلاف الأول، ودام وردت يبقى ده مكروه. يبقى الفرق بين النهي المكروه والنهي خلاف الأولى
الورود وعدمه، أو بمعنى أخص الخصوصية وعدم الخصوصية. فإذا كان النهي عام وده فرد من أفراده يبقى ده خلاف الأول. إذا كان النهي يركز على شيء معين بالذات، هو بالذات كده، يبقى ده مكروه، كالأخذ والعطاء. نعم. لكن لما يقول كان يحب التيامن في كل شيء، وعايز إذا كانت مقدورة، لأنه دايما جه بقى في استثناءات، فلما جاء يأكل بيديه أكل بيديه، هو قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لكن لما أخذ عنب القثاء والبطيخ أخرجه أحمد، فالقثاء والبطيخ كان يأكل من هذه قضمة ومن هذه استعمل إيديه، لأنه عايز الإيدين. على إخواننا مش واخدين بالهم من حديث أحمد، أو بيضعفوه، لأنه على طول الحديث اللي ما يعجبهمش يقول لك ضعيف على طول. القثاء بالبطيخ يأخذ من حر هذا، من برد هذا لحر هذا، ده ناشف وده يقول لك ده هارد وده سوفت، في ايه؟ يعني ده هارد، القثاء ده هارد شديدة، وده سوفت البطيخ في مية كتيرة أكتر من القثاء، فبياخد ده من ده، يعني الشدة اللي هنا والشدة واللين اللي هنا. أو بغير مقصود فخلاف الأولى، أو خيّر، يعني الشارع خيّرك، أو الخطاب خيّر، خيّر فإباحة، خيّر يعني ما ألزمكش، لا طلبا كف فعلا ولا كف، فإباحة، والمتعلق بتاعه مباح، إباحة والمتعلق مباح. حصلت على حاجة من الحديدة؟ لسه الحديدة؟ طيب، وعرفت حدودها، تعريفاتها بقى الضابطة أهي قدامك اللي هو ذكره ده، وعرفت حدودها، والأصح، إذن كأنه فيها خلاف، والأصح ترادف الفرض والواجب، والفرض والواجب عندنا مترادفان، مترادفان يعني بمعنى واحد، إذا استعملت كلمة الفرض كأنك استعملت كلمة الواجب، وليس هناك فرق بينهم. هذا في الأصول، وعند الشافعية والجمهور، ولكن الحنفية، السادة الحنفية قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فلماذا فرقوا؟ قالوا رأينا فرقا في اللغة، ورأينا فرقا فيما نبنيه على كل منهما، فافترقا لغة وواقعا ففرقنا بينهما. الشافعية يقولون أبدا،
لا في فرق في اللغة ولا في فرق فيما يبنى عليهما. وجلسوا بقى ايه ابحاث طويلة في هو في فرق ولا ما فيش فرق، وصار كل يغني على ليلى. وأنت لك أن تأخذ أيا منهما. لما جه الشافعية بقى، جاء الشافعية يكتبون الفقه علماء، وجدوا أن هناك فرقا فعلا، ولكن إما في مسائل محصورة وإما في قاعدة معلومة. يعني وجدوا فعلا أن هناك خلافا في بعض الصور ما بين الواجب والفرض، فاتبعوا ذلك. ده بيخلينا نقول أن الحقيقة ضالة العالم، أينما وجدها فهو أحق بها. تملي كده، احنا عندنا دلوقتي الأحكام اهي الواجب، ويمكن أن تقول هكذا فتعبر عن الحكم بمتعلق الحكم، الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. إنما الحنفية قالوا ده في حاجة اسمها كراهة التحريم، تتردد بين الكراهة والتحريم، مكروه تحريما. الشافعي قالوا لا، ما فيش حاجة اسمها كده. عندما تقرأ مغني المحتاج شرح المنهاج للإمام الخطيب الشربيني، تجد في موضعين أو ثلاثة أو أربعة استعمل كراهة التحريم، قالوا هذا مكروه تحريما. طب انت شافعي، والشافعية ما عندهمش كراهة التحريم وكراهة التنزيه، عندهم الكراهة واحدة، فلما فعلت هذا؟ لأنه كأنها كراهة شديدة، يعني تعبير خاص بي. هو في مجالس العلم سامع كلمة كراهة التحريم كراهة التحريم كراهة التحريم، فلما جه في الموضع ده ورأى الكراهة الشديدة أو تردد بينها وبين التحريم، يعني دي حرام ولا مكروه؟ والله كأنها كراهة التحريم يا أخي، يعني كأنها يستبشعها، يعني كأن هذا مصطلح له استعاره من الحنفي مش أقره عليهم. يبقى في فرق بين استعارة المصطلحات وفي فرق بين الإقرار بالمصطلحات. فالذي حدث معنا هنا في التفريق بين الواجب والفرض في كتب الشافعية إقرار وليس استعارة. خلي بالك، الذي حدث عند الشافعية في الواجب والفرض ليس هو الذي حدث عند الشافعية في كراهة التحريم وكراهة التنزيه. هناك في كراهة التحريم ما أقروش بالفرض، إنما هنا أقروا بالفرض، هناك استعارة. يبقى لازم تاخد بالك إن بعض الفقهاء عند كتابته واستعماله قد يستعير على قلة، كتاب 4 مجلدات يطبع في 10 في 3 بس، 3 مواطن بس استعمل فيها كراهة التحريم، قليل جدا على قلة على سبيل الاستعارة. الاستعارة دي قرار ديني؟ نعم، قرار ديني، مجرد ان هو استعار المصطلح بقى قرار ضمني ان هو محتاجه، احتاج اللفظ مش المعنى. ولو ما كانش المعنى محتاج لللفظ او في ارتباط ما بين اللفظ والمعنى ما كانش استعار. امال انا قاعد اشرح ابن الصبح وقلت لك ان هو بيقول
كراهة شديدة، بدل ما يقول كراهة شديدة قال كراهة التحريم. لكن ديكهت بيقول لا، بيقول أمر تاني في التحريم والتنزيه وكذا إلى آخره، بيقول أمر تاني في قضية إن الحرام نعم الواجب والفرض. هو هنا أقر في إن في فعلا أثر مختلف في البناء، لكن هنا ما أقروش، ما أقرش المعنى، هو استعمل اللفظ، لكن هنا استعمل اللفظ وفرق بينهما وأقر بالاختلاف. نعم، يعني ايه كأنها مشترك لفظي؟ استخدمت في معنيين، كراهة التحريم استخدمت في معنيين عند الحنفية. ما نقدرش نقول كده لأنه المستعمل مش واحد. سيدي نعم، وكأنه في كراهة التحريم هو بيستعمل لفظ استعمالا لغويا لا يستعمله استعمالا اصطلاحيا. نعم، ولذلك هو محض استعمال وليس إقرار. نعم، الضابط الأثر، الضابط الأثر، هو في أثر، في أثر يترتب على ذلك. في قراءة التحريم ما فيش أثر، لكن هنا في أثر. الفرق بين وارد القساب بالرطب وارد البطيخ والرطب وارد القساب بالرطب، يعني روايات مختلفة، بس رواية أحمد هي اللي فيها بيمينه وبيساره، كانت الأخرى في البخاري. أيوة، بس رواية أحمد بتقول إيه؟ القثاء بالرطب. نعم، كان يأكل الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ. الرطب بالبطيخ، الرطب بالبطيخ، فين بقى يكسر كذا بكذا؟ دي في البخاري. البخاري بيقول إيه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، بالقثاء، ها ما فيش يأخذه. يأكل الرطب بالقثاء، وفي أحمد هذا بيمينه وهذا بشماله. نعم نعم يكسر حدة هذا. نعم، طيب لا انتوا كده مشوشين، مفيش ده تشويش ده، استنى لما المعنى يكتمل. لا تشوشوني يرحمكم الله. الفرض والواجب هناك أمور اختلفت عند الشافعية، منها الحج، فالحج يفرق فيه بين الفرض والواجب، ومنها الكتابة في باب العتق بين السيد والعبد، ومنها الخلع، نعم، ومنها العارية. هذا على قبيل الحصر، يعني في هذه الأبواب فقط، في الحج والكتابة والخلع والعارية فرقوا فيها بين الواجب والفرض. أو القاعدة، فهناك قاعدة متفق على صحتها تقول فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه بخلاف باطله، وده نعرفها في الفاسد والباطل عندنا مترادفان، وقالت الحنفية
الفاسد الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. لما نيجي عنده يبقى خلينا دلوقتي في الأربعة دول: الحج، الخلع، الكتابة، العارية. ومثال ذلك أن هناك فارقا بين الفرض في الحج وبين الواجب، فالاعتداء على الواجب يستوجب دما ولا يفسد الحج، لكن الاعتداء على الفرض يبطل الحج ويأمرك أن تستمر فيه، بخلاف كل العبادات. كل العبادات لو أبطلتها بطلت. الوضوء تبطله يبطل، الصلاة وانت واقف كده قلت مانيش مصلي همشي بطلت الصلاة، الصيام قلت مش صايم ورحت بطل الصوم، الحج لا حج، وانت في وسط الحج قلت انا مش هحج هروح وراح قلع الاحرام وخد بعضه على المطار، هو لسه في الحج، افسد الحج بمفسد كالجماع، هو لسه في الحج والحج باطل. ايه ده؟ قالوا اصل نية الحج ما هي زي نية الحاجات التانية دي. يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. وهيجي دلوقتي، اذن فرق الشافعية في ابواب بعينها بين ما رفضوه أصولا كالفرق بين الفرض والواجب اللي معانا ده، والأبواب هي الحج والعارية والخلع والكتاب. أوجدها بعضهم في الند وجعلها على مراحل كثيرة كالتطوع والاستحباب والندب والنفل والسنة وجعلوها درجات، وبعضهم قال إنها مجموعة واحدة وكلها مترادفة. بالنسبة للعارية والخلع، أين الفرق بين الواجب فيها والفرض؟ حاضر، ده شوية تقيل على الناس ده شوية. وعرفت حدودها والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب. يعني الأصح هنا ماشي على المندوب والمستحب والتطوع والسنة، والخلف لفظي. عرف الخلف اللفظي. نمرة واحد، التعريف الأول: ما لم يترتب عليه أثر. ده التعريف الأول، ما لم يترتب عليه أثر. التعريف الثاني: ما لو اطلع كل فريق على ما قاله الآخر لقال به. يعني ليس هناك خلاف في الحقيقة، الخلاف في استعمال الألفاظ فقط. لو اطلع كل فريق من المختلفين، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء آخر، على ما قال أخوه لقال به، قال لا أنا كده موافق. أدي ده الخلاف اللفظ، يعني الخلاف في اللفظ فقط وليس في المعنى والحقيقة، فكلاهما يترجمان عن معنى واحد. الفرض والواجب مترادفان مختلفان، المعنى واحد. ليه؟ الفرض انت ليه حنفي بتقول في فرق بين الفرض والواجب، والفرض ما ثبت بدليل قطعي
والواجب ما ثبت بدليل ظني. قال: حتى أكفر من أنكر القطعية ولا أكفر من أنكر الظنية. قال له: طب ما أنا كده، ما أنا كده لا أكفر أبدا من أنكر الظنية زيك مثلك، وإنما أكفر من أنكر القطعية. واحد خرج لنا وقال الخمر حلال هنكفر، واحد خرج لنا وقال الصلاة غير واجبة هنقول له ده مش مسلم، وهكذا. قال الله: طب ما ايه الفرق بيني وبينك؟ ما مع بعض في المعنى، في المعنى واحد. فهذا حقيقة الخلاف اللفظي. الشيخ يرى أن الخلاف لفظي، وأن التفريق بين الفرض والواجب محض اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فنحن عندنا في اصطلاحنا اللي ماشيين عليه أنه مترادف، أنهما مترادفان. ازاي هو ده؟ ده قسموا الفرض والواجب دليل قطعي ودليل ظني، والاثنين عندهم في حكم قوي، الثاني هو حاجة واحدة بس. هو حاجة واحدة بس؟ هيكفر الحاجة، هيكفر بالاثنين. ما حصلش. الفرض والواجب عندي، الفرض والواجب والواجب هو الفرض. مترادفان الاثنين. بس هنا قسم هناك لان في واحد. وانا بقسم برضو، بقول الفرض او الواجب بين قوسين ينقسم الى قسمين، ما ثبت بقطعي وما ثبت بالظني. الدافع دوت مش يجعل هذه المساله من فن اخر؟ نعم. لو كان هذا هو الدافع، الدافع اللي هو التكفير، طب ما الحقوش ليه بفن الكلام؟ لانه قلنا ان استمداد علم الاصول من الكلام. لا مش استعارة ولا حاجة، انت بتتكلم عن المستوى الاول ولا المستوى الثاني؟ اذا كنت بتتكلم عن المستوى الاول يبقى ده مكان الاصول، وهو تعريف الفرض والواجب. ولا لماذا؟ لماذا دي تنقلك على طول الى مستوى ثاني، وهو ده معنى الاستمداد. فلو قلت لماذا حرم الله الخمر فقلت لإسكارها وهذه هي العلة، انت في الأصول لغاية دلوقتي. فإذا قلت فلما جعل الله الإسكار علامة للتحريم، فتيجي تقول ترد على هذا لنفسك وتقول لأن الله أناط التكليف بالعقل والإسكار يذهب العقل فناسب هذا ذاك. ولماذا جعل الله سبحانه وتعالى العقل مناطا للتكليف؟ انت قاعد تقول لماذا، هو بتفكر، انت كده انتقلت الى علم الكلام. لماذا جعل الله العقل مناطا للتكليف؟ ده مش شغل الاصول، وهكذا. فانت وانت بلماذا تنتقل من علم العلم العلم، فنكتشف بذلك الاستمداد. جايبين الاصول ده منين؟ قال من علم الكلام، من اللغة، من الفقه. لماذا قلتم هذا؟ لأننا في مسائله كلما بحثنا بلماذا انتقلنا إلى واحد من هذه الثلاث، فتبين لنا أن هذه الثلاثة هي التي تمدنا بتلك المسائل. هذا مش معناه أننا استعرت، لا، الفرض والواجب عندنا مترادفان، ده من بتاعتي هنا، لأن أنا بتكلم على الأحكام الشرعية. نعم. طبعا عنده انه كراهه بس، ولا الكلام يؤدي الى هذا، ولا مذهبه يقول به. احنا عندهم برضه الكراهه واحده، يعني الكراهه التحريميه التنزيهيه كده هما
لا الديمومة تختلف عنده. نعم. لو خلاف لفظك مسألة مثلا صلاة الوتر مثلا عند الأحناف مثلا واجبة. طيب لو هما بمعنى واحد يبقى كأن صلاة الوتر عندنا برضه واجبة ولا خلاف في الفروع هنا؟ لا هذه خلاف في الفروع مش خلاف في الاستعمال. يعني أنا لو قلت إن الوتر واجب هقول عليه إنه فرض. بس مسألة لفظية فقط. الوتر عندك إيه؟ لو أنا تبنيت رأي الأحناف وكنت أقول مثلهم كنت أقول الوتر عندي فرض، وهم يقولوا لا واجب، أقول له ليه؟ ما الفرض والواجب مترادفان، فيقول لي لا أصل ده ثبت بدليل ظني كده يعني. فخلي بالك من الحتة دي، حتة مهمة، إن أنت بتتكلم على اختلافنا في الفروع مش اختلافنا في استعمال الألفاظ الأصولية. وأنه لا يجب إتمامه، يعني المندوب لا يجب إتمامه، فلو بدأت صوما فإن المتطوع أمير نفسه، في الحديث كده المتطوع أمير نفسه، وسيدنا عمل كده، كان يقوم لا ينوي الصيام فيسأل عن الطعام، فتقول زوجته رضي الله تعالى عنها ما فيش أكل، لا يوجد طعام، قال نويت الصيام بس قبل الظهر. فأخذ الأحناف هذا، احنا عندنا الحديث الثاني لابد من تبييت النية بالليل، لا صيام لمن لم يجمع النية بالليل. نعم، خدوه عامة في الفرض والنفل، يعني في الصيام عندهم لازم تنوي كل يوم بالعموم. يعني تيجي مشايخنا كانوا يقولون علشان نحل المشكلة، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، إن شاء الله نويت صيام غد من رمضان، لأنك بالليل والنية محلها الليل فتنوي كده على طول. فالنية للفرض والنافل، لكن دكهت قالوا لا، نية واحدة تكفي ما لم يكن هناك معارض، ان انا ناوي افطر بكرة في رمضان، والمتطوع امير نفسي دي خدوها الشافعية وقالوا لا خلاص يفطر يفطر ولا قضاء عليه. يخص الحديث في النفل انه يجوز له في النفل ان ينوي قبل الزواج. نعم، علشان كده، عشان سيدنا نوى قبل الزواج. ايوه بس سيدنا نوى بعد الفجر، ليه جابوها قبل الزواج؟ هتفرق، لان لو واحد صحى قبل المغرب بساعه ونوى، ما هو برضه بعد الفجر وفي اثناء اليوم، ما نخصش قبل الزواج او ما نصش على قبل الزواج. لا هو دخل في اكل ما فيش، طب صايم ممكن دي تبقى الصبح وممكن تبقى الظهر وممكن تبقى قبل المغرب. لا لا فيه. نعم، هل عندكم الغداء والغداء يطلق على ما قبل الزواج؟ هل في نهي على ما بعد الزواج؟ ما فيش، خلاف الاصل، الاصل هو ان ينوي عليه. نعم، نعم. هو انت ليك مذهب تاني غير المذاهب اللي هي بتاع المسلمين دي؟ دي من زمان معلقه معايا. دلوقتي هو الصيام من قبل الفجر عقد النيه. طيب في صيام بعد الفجر، يعني خلاص الحد بتاعه خلاص راح. هات يا ابني الحديث قوله له. نحددها بالزوال بالذات، ما نطلقها على كل يوم لغايه قبل المغرب بدقيقه. لا سيدنا ما عملش كده. ماشي، هو ما عملش، خد وقت معين. طب انا ليه التزم بالوقت ده؟ بس هو عمل حاجه تانية، انه عدى الوقت المسموح به في النيه،
انه نوى اثناء اليوم مش قبل اليوم. اثناء اليوم دي بقى من اول ما يبتدي لغايه قبل ما يبتدي. لا بس هي ليها شروط، انه هو ممتنع عن الطعام، وانه تكون قبل الزوال، فاذا كان بعد الزوال ما يكونش في اليوم، ده يكون في المساء. هو ممتنع عن الطعام بس هشيل حته الزوال دي، هقول انه من بعد الفجر لغايه قبل، ولو قبل المغرب بدقيقه، هو ممتنع عن الطعام في اثناء اليوم، فاوقع النيه داخل اليوم ولو قبل المغرب بدقيقه، فهو كده اوقعها داخل اليوم. لا هذا لم يقل به احد من المسلمين. ما هو هذا فائدة الإجماع، أنك أنت لو تصورت تصورات كثيرة يمكن أن نخرج بما لا نهاية له من الصور التي تخالف الإجماع، حتى ومعها دليل كمان. وهذا الذي حدث في تحريم الخمر، فإن بعضهم لما نزل الشام قالوا إن الخمر ليست حراما، وليس هناك في كتاب ربنا ما يحرمها، ولم يبلغنا عن الرسول أنه حرمه، وقوله تعالى فاجتنبوه أي ضعوه في جنبكم، ولا ننتهي، والله لا ننتهي بالشكل ده. يخرج واحد ويقول ما الذي يمنع أن نتوضأ بعد الصلاة؟ الذي يمنع الإجماع، ما حدش قال كده، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، بالرغم أن الآية تقول إذا قمتم بالفعل ماضي إلى الصلاة فاغسلوا، وده للتعقيب، يعني معناها بعد قيامكم إلى الصلاة اغسلوا. ما الذي يجعلنا لا نقول ان نصلي وبعدين نتوضى؟ الاجماع. هو مفيش اجماع على الزوال، ما هو الحنابلة قالوا لغايه العصر. في حد قال لغايه المغرب؟ طب خلينا للعصر. ابي الدرداء بيقول كان ياتي اهله منتصف النهار او قبله. طيب ما انا قلت له في نص بذلك، والنص معتمدين عليه، كان يأتي أهله منتصف النهار أو قبله، أو نصه منتصف النهار يعني الزوال، قبله يعني قبل الزوال، فيقول هل من طعام أو كذا إلى آخره. لا فيه، في النص ده موجود وكل حاجة، ولكن أنا أريد أن أقول إن الإجماع هيحمينا من خيالات كثيرة، وهذا هو هوية الإسلام، الإجماع. طيب، وأنه لا يجب إتمامه المندوب، ووجب في النسك، وجب في الحج والعمرة، لأنه كفرضه نية وغيرها، سواء كان في النية أو في غير النية من الأحكام، نية وغيرها كالكفارة فإنها تجب في الحج بالوطء مثلا، نية نية النسك قصد الدخول فيه لبيك اللهم لبيك بحج أو بعمرة، فقصد الدخول فيه، هذه النية حصرته، ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها، وجب الإتمام في النسك حتى لو كان مندوبا، أيضا وجب
إتمامه ولو أفسده. وهكذا انتهى من هذا، ويدخل بعد ذلك في الحكم الوضعي، فالله تعالى أعلى وأعلم.